مرحبا والسلام عليكم اصدقاء الاعزاء، اش اخباركم؟ كي دايرين مع شي قرايه؟ كي دايرين مع شي برد؟ كي دايرين مع شي عمل؟ كي دايرين مع شي وقت؟ اش اخباركم؟ واش لاباس عليكم؟ احنا كنعديو مع الدنيا والزمان. انا غادي نلبس دابا السباريه ديالي بعد ما تناولت الافطار وغنخرج ندير الفوتينغ. ليتس جو. اجي بعدا نعطيو الماكله للدجاج مسكين. صافي الله يجعل شي بركه. هذا هو المقصوص ديال الدجاج. تطلق شاد الشاي عباد الله، شمال هذا شطارت لك رجل ليك ولا شنو؟ لاباس خير تخلعت. بان لي خونا كيعرج، فهمتيني؟ بان لي كيعرج، سحب لي رجلي طارت ولا شي حاجه. هذا الفرخ هذا هو ذاك الفرخ المعوق، فهمتيني؟ اللي كانت عنده اعاقه من ديبار، كيعرج مسكين. ليتس جو، نضربو جريه ونجيو. هادي تتسمى فاسيان، فهمتيني؟ والاخرى هادي كتسمى كرون تيكار. بصراحة انا ما كنجريش شي جرا كثير، كنديرها فوتينغ خفيفة الاصدقاء وصافي، ماشي شي حاجة، ها شوية وصافي. السبور كيعاونك نفسيا باش كتكون كتجري، كيخرجوا جميع الضغوطات، فهمتيني؟ واخا غتمشى تيخرجوا الضغوطات، فهمتيني؟ وخصوصا دابا مع هذا البرد هذا تيضربك البرد بزربة، كتمرض بزربة، تجيك السخانة وتجيك داكشي، لكن الا كنتي تدير الفوتينغ ما كاينش المرض، كتقوى المناعة ديالك. لهذا فالرياضة وخصوصا الفوتينغ مهم بزاف، لمن استطاع له سبيلا الأصدقاء. أنا ماشي كلشي تيقدر يخرج يدير الفوتينغ، فهمتيني؟ كاين اللي في أحياء شعبية تخرج مع الصباح يقدر يجري سيو ولا شي حاجة. تقدر دير الحركات في الدار مثلا. غادي ندير شوية ديال التأمل، شوية ديال اليوغا. جبت معايا الحامض الاصدقاء، لقيت واحد الشجرات ديال الحامض، ماشي شجرات قطعتهم من الشجر، لقيت واحد الشجر مقطع، شجر مقطعينو ملاوحينو، وانا نجيب معايا حواميضات، نديرهم نعم سيدي فشي وجبة ديال السمك وشي حاجة. عندنا واحد المهام اليوم الاصدقاء بزاف، عندنا بزاف ديال الاشياء غادي نديرو، خاصني ندفع للبيرمي، فهمتيني؟ رخصة السياقة، لحقاش خاصك رخصة السياقة تدفع لها وانت صغير، فهمتيني؟ باش تكون كتقرا في الباك ديك الساعة تدفع البيرمي، باش كتنسى البيرمي مكتبقاش باغي دوزو كاع. دابا انا خاصني ندوز البيرمي ومباغيش، ولكن غنمشي ندوزو لحقاش عندي واحد المشروع الاصدقاء. انا واحد الصديق، صديق من مدينة فاس، سميتو أيوب، غادي نديرو طونوبيل الأصدقاء وغنبقاو نمشيو لكازا نجيبو السلعة، نبقاو نبيعوها، غنترزقو الله، نخدمو على راسنا، بعدا هو اللي يخدم على راسو. كاين بزاف ديال الأفكار، دابا خصك نتا باش تطيح عليك شي فكرة في الدماغ ديالك، خصك تطبقها، فهمتيني؟ متبقاش كتحمق راسك. عاوتاني ديك اللعيبة ديال القهوة، واحد مثلا كيشد طونوبيل وكيدير فيها ماكينة ديال القهوة، وكيوقف في الشارع وكيبيع القهوة بخمسة دراهم. واحد من انجح المشاريع هو هذا. علاش دابا مثلا واحد موت طاكسي، سايق طاكسي غادي في الطريق كيبغي قهوه، واش هو خصو يوقف الطوموبيل ويدخل عند مول القهوه ويطلب عاد القهوه؟ لا، في الطريق يجي ستاسيوني خويا قرا قهوه، يعطي قهوه 5 دراهم، انت رابح مول الطاكسي رابح. اولا الناس اللي كيكونوا غاديين في الطريق حتى هما كيتقهواو، علاش؟ حيت كاين الادمان ديال القهوه. صافي شعري غادي يكون نشف. بصراحه انا ما عندي ما نجمع، ما عندي لا اوراق لا والو، غادي ندي معايا الفلوس، لحقاش قالوا لي باللي خاصك تدفع لنا شي بركه 3000 درهم باش قالك تيدوزوا البيرمي، وقال لك خاصك تعطينا شي بركه في الديبار، ماشي 3000 كامله، الله اعلم. صافي
وفوتوكوبي دو لاكارت، شي جوج ديال الفوتوكوبي دو لاكارت، وعشرة ديال التصاور. صافي هادشي اللي كاين، دونك غادي نديرهم في جيبي، غادي نلبس السروالي وغادي نتوكل على الله. ليتس جو الاصدقاء. لاق مني تقيت، صافي تقيت. دابا باش غندوز البير من واحد قرب. المهم مشيت كايكاليزيت شي وريقات، قال لك خصك تايكاليزيهم، وعطاوني هاد الورقة، عطاوني هاد الورقة باش غادي نمشي نصوب. انا ما عارفش الاصدقاء كيفاش كيدوزو بيرمي، كان تيتسحب ليا باللي كيديروا لك شي تكوين ولا شي حاجه. قالوا لي غنعطيوك واحد 11 فيديو، وداك 11 فيديو خصك انت تحفظها. صافي وهادي باش كدوز زعما داك الكتابي. والسوقان قالوا لي سير تصوب دابا، عطاوني واحد الورقه قال لك كل نهار تبقى تمشي تصوب. مشيت تعطيهم هاد الورقه دوك اللي كيصوبوا بحال البون وكيصوبوك، تيقول لك يعلمك. انا دابا غنمشي، دابا نيت نمشي نصوب، ولكن خصني نجيب واحد الصندوق من ايطاليا، من ايطاليا كاين فسله، فهمتيني؟ صندوق جاني من ايطاليا، خاصني نمشي نجيبو اليوم حتى هو. غادي نديرو واحد الغديوة دجاج مشحر مع البصلة والثومة، أسرع وجبة، فيري فاست. نتشوق أنا، نتشوق نتشوق نصوب طوموبيل، نتشوق. مليحة وينين أبو زيرة زعيف رينا. صافي السلام عليكم. غادي نتغدى وغنمشي نجيب الصندوقة ديال الطاليان من مدينة سالا، ومن بعد غادي نمشي نصوب على الأصدقاء أول مرة. المهم إلا صقت غنقول لكم صقت. هادو هما دابا جوج مهام اللي بقاو عندي، غنديرهم برا وغندخلهم نريحهم بعد. عاد دخلت الاصدقاء، اول مره صدت طوموبيل في حياتي هو اليوم، اقسم بالله. واليوم هو عيد الحب 14 فبراير، هي اول مره صدت طوموبيل. يا سلام، تصور في عيد الحب كان هو الحب الاول ديالي مع طوموبيله. راه دابا العشق ديال السيارات راه واحد العشق في شكل الاصدقاء، ومع فبراير داكشي درتو في فبراير. يا سلام عرفتي. المهم اول طوموبيله صدتها هي اوبيل، اوبيل هذيك اللي فيها داك الرمز ديال الضوء، اقسم بالله زوينه. ما صقتش بزاف صراحه. يلاه ركبت واحد 10 دقائق دابا. انا باش دخلت ما وراني كيفاش كتفتح داك الشيء الطوموبيل لا حتى حاجه. قال لي على الديبار دخل نسحبنا يوريني. على الديبار دخلت قال لك هذا الرومبرياج، كتبقى تقول لك على الرومبرياج وكاين الفران. صافي هادشي اللي عرفت، وكتبقى تزيد لقدام وترجع للور. المهم انا زدت لقدام ورجعت للور. انا صبرت هي هادي الكارطونة الأصدقاء ديال إيطاليا، غادي نحطها في الجنب ونمشي ندير كسرة، مغاديش نفتحها دابا، كتعاشي العشية. دابا الموعد ديال الفتح الأصدقاء. المهم الوزن ديال هاد الكارطونة 4 كيلو الأصدقاء، حاول نتوقع شنو غيكون فيها، شنو غادي يكون؟ 4 كيلو في النظر ديالكم. انا كنظن غيكون بشكيطه والشوكولاط والبيمو، وشنو غيكون واحد اخر؟ ما يمكنش تكون 4 كيلو غادي ديال الشوكولاطه الاصدقاء. ها هي 4 كيلو تكون كامله شوكولاط. ومني دابا غنفتحوها هي الكارطونه واقيلا كتفتح من هنا. شكرا جزيلا للصديق عبد الغني من ايطاليا هو اللي صيفط لنا هاد الكارطونه هادي. متشوق الاصدقاء. ماي غاد، حنا غنحلوها. و تيزير الاصدقاء دابا نتوما قدرتو تشوفو ولا ما قدرتش تشوف؟ ياك ماشي بطاطا السردي. حنا نديرو واحد اللعبه، نبقاو نجبدو حاجه بحاجه ونشوفو. هادي اول حاجه، شنو هي؟ قهوه. ميمكنش، ولكن الصديق باش عرفني انا عندي ماكينه د القهوه؟ خصك تعرف بلي الصديق راه ما عارفش بلي انا عندي ماكينه د القهوه، حيت هادي هاد العلبة هادي اللي صيفطها لي الصديق صيفطها لي شحال هادي قبل ما تكون عندي لا ماكينة القهوة لا سطح النص. أباش تعرف الصديق راه شحال هادي باش عاد وصلت للكارطونة.
اذا قبل ما تجيني الماكينه ديال القهوه شوف سبحان الله صيفط لي القهوه. او ماي جاد والله ما توقعتك. اخر حاجه كنتوقعها هي قهوه. المهم هي قهوه. الحاجه الثانيه عجيب. ليتس جو نجيبو الحاجه الثالثه ومحال واش تكون قهوه. هذه خفيفه اتاي زين زور زنجبيل. هذا في داك الحباس ديال اتاي الزنجبيل. الحاجه الرابعه يس الله يرحم بكم ديال السي عبد الغني. هذه واعره مشكيطه مشكيطه باش غندوز اتاي والقهوه. خامسه شادشي داكشي ديال الاسنان معجون الاسنان. ولكن معجون الاسنان ديال مطيشه ما عمري شفت شي معجون اسنان كولغيت ديال مطيشه ايطاليانو. عجيب هاد كولغيت. هذا كولغيت مسدود سحابونا محلول واه. ولكن ما يمكنش يكون كولغيت ديال مطيشه. خويا انا ما كنعرفش الايطاليه ما عنديش مع الايطاليه. عندي غير مع بيني كوموتي كيامي مي كيامو. هادشي اللي تنعرف. شي حاجه من غير هادشي في الايطاليه ما تنعرفوش. الحاجه السادسه قرعه شكلاط. يس يس شكلاطه الاصدقاء. الله يرحم بك ودي الصادق ديال ايطاليا. ليتس جو. سبعه شنو هي؟ كوبير 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 كوبير. هما تيسميوه كوبير. داكشي ديال ايطاليانو ناري. او ماي جاد. دابا هادي كتبقى تشد هاد الساشيات ديرها فشي حاجه وكتاكلها في الحليب. المهم داكشي ديال القهوه نيت. 8 او ماي جاد. اش هذا؟ حبوب السيريال. السيريال ديال 2024. هذا الزرع ديال الطاليان ياكلو الدراري الصغار. 8 بطاطس السردين. بطاطس السردين العز. داكشي اللي توقعته صحيح. هادشي اللي توقعته الصراحه غير القهوه ما توقعتهاش. مي توقعتش الشكلاط. بطاطس السردين ديال ايطاليانو. تسعود نو نو كنت باغي نشريها الاصدقاء. هذا برينغلس. برينغلس ديال الطاليان هذا فهمتيني. خليني من داك برينغلس اللي كتشريه نتايا من عند المزرعات في المغرب. غنشدو شي فيلم وغنبداو نضربو في برينغلس. والسير خي عبد الغني الله يرحم بوك. رانا 10 10 يس. الزبيب 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 ديال الامتحانات. رقم 11 او ماي جاد. الهنديه الكاموس. شريحه ديال الطاليان. او ماي جاد. اول مره في حياتي تنشوف شي شريحه دايره بحال هكا. شنو كيدايره؟ شريحه بيضاء بيضاء. حنا الشريحه ديالنا كحله نهار الشمس. شريحه 12 يس يس يس. على هذوك نقلب على الشوكولاته الاصدقاء. حتى نبغي مثلا تكونيكطا وبغي نقرا شي حاجه وكنبغي نضرب شكيليطه فهمتيني. داك الشكيليطه باش كيتصافي عليا التركيز. الصديق جاب لنا الشكيليطات ايطاليان الله يرحم بك ودي السي عبد الغني. 13 اش هذا؟ هذاك الشكلاط فهمتيني. داك البيموات الصغيرين فيهم الكراميل والشكلاط. 14 ضروري من السباكيتي ديال ايطاليا. ما يمكنش تمشي لطاليان وما تاخذش السباكيتي. الباستا 15 اوه هادي عاوتاني الباستا. ما يمكنش تمشي لطاليان بلا باستا. يمكن الكارطونات سالات صافي. از فينيش جايز. اوه انا قديت دابا الديكوراج ديال القهوه ديالي المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء. تنشكر الصادق من ايطاليا اللي صيفط لنا الهديه الرائعه فهمتيني. وكان واحد النهار جميل. دفعنا للبيرميد درنا الرياضه. وهادشي اللي كاين الاصدقاء. شكرا لكم على المتابعه. السؤال ديال الحلقه شنو هي الماركه ديال اول طوموبيل سقتيها في حياتك؟ شكرا لكم. لايك سبسكرايب. باي باي.
شو.